الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. بإذن الله تبارك وتعالى هذا اللقاء عن تفسير رؤية إعطاء الميت عنب في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل جل عنا كل خير. رؤية إعطاء الميت عنب دليل على المكانة العالية لهذا الميت في الدار الآخرة والله أعلم، كما تدل الرؤية على حصول الرأي على كثير من الأموال. وإذا طلب الميت من الحي العنب فتلك دليل على طلب الدعاء والتصدق له والله أعلم، كما تشير تلك الرؤية إلى استجابة الدعوات ووصولها للميت والله أعلم. إذا رأى النائم في منامه شجرة عنب في موسم العنب فتلك دليل على السعادة في الدنيا والله أعلم، كما تدل الرؤية على حسن الخاتمة ودخول الجنة إن شاء الله تعالى، رزقنا الله وإياكم جميعا. وتدل رؤية شجرة العنب الأبيض في المنام على النجاح والتفوق في الدراسة بالنسبة للطالب، أما بالنسبة للموظف فهي دليل على التوفيق في العمل والله أعلم. ومن يرى في منامه شجرة عنب يابسة فتلك رؤية غير محمودة، حيث تدل الرؤية على انقطاع الصلة بمن حوله وعدم التطور من نفسه في حياته والله أعلم. بشكل عام تدل رؤية شجرة العنب في المنام على الخير والرزق والبركة والسعادة والله أعلى وأعلم. رؤية عنقود العنب في المنام دليل على الحصول على الكثير من الأموال، كما تدل الرؤية على رغد العيش ورفاهية الحياة والله أعلم. عنقود العنب في المنام دليل على تغيرات إيجابية في حياة صاحب الرؤيا. إذا رأى النائم في منامه عنقود عنب فتلك رؤيا دليل على ميراث للرائي والله أعلم. يرى البعض أن رؤية عنقود العنب في المنام يساوي 1000 درهما والله أعلى وأعلم. إذا رأى النائم في منامه عصير العنب فتلك الرؤية دليل على المكان المرموق والله أعلم، بينما رؤية عصر الخمر فيدل على المال الحرام وارتكاب المحرمات والعياذ بالله. وإذا رأى الشاب الأعزب في منامه عصير العنب فتلك الرؤية دليل على الزواج عن قريب بمشيئة الله. ومن يرى أنه يشرب عصير العنب الحامض فتلك دليل على المال الحرام، كما تدل الرؤية على تعطيل الأمور والله أعلم. رؤية العصير ينطلق دليل على خسارة الأموال وضياع الرزق والتعب والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. لا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.